السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شو مصطفى، وبركاته. أخبارك؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله بخير، الحمد عافاك لله. الله وعافاك وردك إلينا وإلى المسلمين سالما غانما يا الله رب العالمين. الله يبارك فيك ويسلمك، حبك تفضل. في الله، والله أحبك الله الذي والله أحببتني الذي فيه. جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الأولين آمين وإمام النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم. والسلام. آمين يا رب، آمين يا رب، يا رب آمين يا العالمين. رب. السؤال الأول يا مولانا، بارك الله هل فيك يا لي عمر أن ابننا. أخصص حسبنا الله ونعم الوكيل من وردي اليومي؟ نعم، هل لي أن أخصص حسبنا الله ونعم الوكيل من وردي اليومي؟ هل لي أن أخصص حسبي الله ونعم الوكيل؟ يعني تقول كل يوم مثلا عدد من المرات حسبي الله ونعم الوكيل؟ نعم. ما المانع؟ ما في أي مانع أبدا.